محمد من الخسارات. ما فيكي ما تحزني، ما فيكي ما تزعلي. الله يرحمه. بده يترك أثر وفراغ. أنا حزين جدا. الله يرحمه وقدر الله ما شاء فعل. بالنهاية هي يعني إرادة رب العالمين، ما فينا نقول كيف وليش. رب العالمين اختاروا يكون إلى جوار يمكن الأنبياء والصحابة وما سبقوه من أمواتنا جميعا. بدي أقول إنه هذا الموت حق، وأكيد نحن يعني نحزن على الفراق على البعد، على إنه بس بالنهاية كلياتنا رح نلتقى بدار الحق بالآخير. الله يرحمه ويصبر أهله ويجعل مثواه الجنة. أكيد تفاجأنا، أكيد انصعقنا، أكيد استغربنا، لأنه ما فيكي ما تحزني، ما فيكي ما تزعلي، رغم أنه حرام أنه نحن يعني يمكن نزعل أول، لأنه ما في أحلى من أنه الإنسان يكون إلى جوار رب العالمين، بس الفراق صعب. شخص بسيط وسهل، بسيط وسهل يعني، لذلك بتلاقي الكل بيحب يكون معه. محمد يعني شوفي أعمال، بتلاقي بست سبع أعمال، مو بس لأنه فنان كبير وموهوب، لأنه لذيذ، لأنه سهل. في كتير إشياء ما بتعني، يعني ما بيحكي بمصاري، ما بيحكي باسم، ما بيحكي بشارة، ما بتلاقي يعني. لذلك على قلبهم أحلى من العسل يكون محمد موجود، ولذلك الناس كلها صدمت يعني، لأنه محمد من الخسارات يعني الكثيرة اللي ضربتنا خلال الفترة الأخيرة يعني. شوفي الدنيا صارت معقدة كثير، مركبة كثير، اختناقات كثير. نحن هلأ كل اللي قاعدين عم يمثلوا أنه مناح، عم نمثل أنه نحن مناح، لكن ما حدا بيعرف شو عم يصير فينا. فلذلك لما بنوقع بيقول لك والله مبارح ما كان في شيء، هو ما كان في شيء قدامك، بس بينه وبين حاله لا، مستحيل ما يكون في شيء يعني. نحن ناس مليانين اختناقات يعني بصراحة. فلذلك أي حدا فينا معرض إنه ما يكون بكرة موجود يعني، ما فما راح تكون آخر الخسارات. بالتأكيد أتمنى أن تكون آخر الخسارات، بس ما راح تكون بهذا الوضع اللي أنا شايفه، بهي نوعية الحياة اللي نحن عم نعيشها، مستحيل. الحقيقة يعني الأستاذ محمد كان يعني مثال للفنان الأخلاقي المهذب، واللي بيتعامل مع الصغير والكبير يعني بمحبة. الله يرحمه ويصبر أهله ويصبر محبينه. الحقيقة هو كان ذكي جدا بهي المسألة، كان يفصل كتير بين الإدارة وبين كونه هو ممثل. أنا اشتغلت كتير أعمال هي يعني بيني وبينه، كان آخر عمل القضاء يعني، في شخصية هيك كتير كان في إلي علاقة فيه أنا بشكل مباشر، هو كان يلعب دور رئيسي، وكان دوري أنا دور محامي. يعني هو شريك كتير ممتاز على فكرة بالتمثيل. على صعيد الدراما كمان نفس الشيء، كنا نشوفه أنتوا عم تشوفوه يعني، كان عم يحقق يعني حضور كتير لافت. الله يرحمه. أنا محمد دائماً في تواصل يعني، إذا مو يومي كل يومين أو إذا بالأسبوع مرة بنلتقى. بعثت له من أسبوع، قلت له عم هني على شغله بمسلسل العربجي، ورد علي مسج صوتي. شو بدي أقول لك؟ محمد إنسان فاعل، بده يترك أثر وفراغ بالوسط الفني كتير كبير. محمد شاب طموح وشغيل وحرك وقبضاي وشهم، وأنا شخصياً ما بنسى، ما حييت وقفته معي بوفاة والدي، ما تركني. محمد كان شهم وقبضاي كتار طبعاً كانوا هيك، بس عم بحكي هلا على محمد. الله يرحمه
الله يصبر مرته وولاده ووالدته وعزائنا لكل الأسرة الفنية بسوريا. خسارته كبيرة محمد، بس قدر الله وما شاء فعل. اشتغل معي أنا كمخرج في إذاعة دمشق، اشتغل معي بأعمال كثيرة جدا في برامجي الإذاعية على مدى أكثر من 25 سنة منذ بداياته، يعني حتى وهو كان ما زال فتي، يعني كان يجي مع والده على الإذاعة، والده المرحوم الصديق رفيع عمري الأستاذ مروان قنوع الله يرحمه اللي افتقدناه من 3-4 سنين. محمد كان يجي للإذاعة ويشتغل أدوار صغيرة ويتعلم من الكبار ويحترم الكبار. محمد شعلة، شعلة من العطاء وشعلة من الذكاء. أنا قلت له إياها مرة، قلت له أنت سبقت عمرك وسبقت الزمن والله يوفقك. قبل ما يدخل بمجال التلفزيون من خلال مرايا ياسر العظمي، انخرط بمجال المسرح لما كان والده يشتغل بالمسرح، وأنا كنت أيضا بفرقة دبابيس، وهذا شرف كبير إلي لأنه نحن أسسنا فرقة دبابيس عام 1972-73 على ما أظن. وبهذيك الفترة كان هو يعني ما زال يعني طفل، يعني أعتقد هو مواليد 73-74، فيما بعد هو صار يجي مع والدته وعمومه ويحضر وكذا. محمد يلتقط الحركة، يلتقط الكاركتر من هو طفل. عمل معي دور بمسلسل أهل وجيران، هذا مسلسل لبناني سوري مشترك إذاعي، شخصية اسمها ديبو، كاركتر لم يخطر في بال أحد، يعني تقمص الدور بأعجوبة، وكل المستمعين اللي كانوا يسمعوا المسلسل كانوا يتصوروه هو كيف عم يأدي، يتصوروه كيف شكله، وهو طبعا شاب جميل، لكن هو عمل له شخصية ديبو الولد الأجدب يلي برافق أبو عنتر بكل مراحل المسلسل. ولابد من ذكر هون بأنه هذا العمل أنا جمعت فيه كبار الفنانين من سوريا ولبنان. محمد استفاد كثير من هذا العمل وبنى عليه، بنى على الشخصية أدوار كثيرة. وأنا من حوالي 10 أيام شفته وقعدنا حكينا كثير، وقال لي عندي هلأ مشاريع جديدة. محمد يستطيع أن يصنع كل كاركتر بلون آخر، يعني الكاركتر اللي بيشتغله لا يمكن أن يشبه لون الكاركتر آخر اشتغله أو بده يشتغله. إنسان مبدع، كريم، فنان، محب، بحب زملائه، وفي لزملائه، وفي لأساتذته، وفي لأصدقاء والده. محمد إنسان لا ينسى ولا ينسى ولا يكرر. أنا حزين جدا حقيقة. الله يرحمه، شكرا.